بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 49. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذا الدرس الجديد من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء 50 من سلسلة هذه الدروس. فأهلا وسهلا ومرحبا بمعالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. نستأنف ما توقفنا عنده في باب إزالة النجاسة، إذ قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تنشد فيه الضالة، وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث في بيان آداب المساجد وما لا يليق في المساجد من الأقوال والأفعال. المساجد بيوت الله عز وجل، يجب أن تصان وأن تنظف وأن تهيأ لذكر الله، تلاوة القرآن والصلاة والعلم والتعليم وغير ذلك، وأن تصان عن الشركيات وعن البدع والمحدثات وعن ما لا يليق بها من الأقوال والأفعال، لأنها بيوت الله أضافها الله إلى نفسه، فقال: وأن المساجد لله، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد. هذه واحدة، نهى عن الشراء والبيع في المسجد، لأن المساجد إنما بنيت لذكر الله عز وجل، والبيع والشراء محله الأسواق. قال جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بعد قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالبيع والشراء طلب الرزق محله الأسواق، وأما المساجد فهي لذكر الله عز وجل. قال جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه
سبحوا له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة خافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. نعم. وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تنشد في المسجد الأشعار، والمراد الأشعار التي فيها هجاء أو فيها مدح لمدح زائد لبعض الأشخاص، فهذا ما يتجنب منه المساجد. وأما الشعر النزيه والشعر الذي فيه الدعوة إلى الإسلام فلا بأس بذلك في المسجد، وقد كان حسان بن ثابت رضي الله عنه ينشد الرسول صلى الله عليه وسلم أشعاره في المسجد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يستاء الرسول صلى الله عليه وسلم يستمع إليه. ولما كان ينشد حسان في المسجد وقت عمر رضي الله عنه كأنه نظر إليه نظرة مستنكر، فقال: كنت أفعله بحضرة من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأن تنشد فيه الضالة، ثاني مما يمنع في المساجد إنشاد الضالة وهي المال الضائع، السؤال عنه ويسأل من وجده، وهذا يجنب منه المساجد. قال صلى الله عليه وسلم: من سمعتموه ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لذلك. نعم. وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، وعن الحلق يعني التحلق قبل صلاة الجمعة، لأن هذا يشغل عن صلاة الجمعة، فكانوا يقبلون على صلاة الجمعة ولا يعقدون الحلق لطلب العلم إذا كان هذا يشغل عن صلاة الجمعة. وأما الحلق قبل الجمعة بمدة متقدمة فلا بأس بذلك. نعم. وفي البخاري قول عمر للرجلين: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك مما ينهى عنه في المساجد رفع الأصوات في أمور الدنيا. لما سمع عمر رضي الله عنه رجلين يرفعان أصواتهما في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا، فلم يمنعه من ضربهما إلا أنهما ليس من أهل البلد، يكون حملهما على الجهل لذلك، وهذا هو الذي منعه من ضربهما، فدل على أن الذي يرفع صوته في المسجد في أمور الدنيا أنه يستحق التأديب. نعم. ثم ذكر حديث كعب وأبي حردد وفيه: فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته. نعم. رجلان تنازعا فيما بينهما وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، فارتفعت أصواتهما بالخصومة بينهما وسمعهما النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته قبل خروجه. نعم. وعن جابر بن سمرة قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكثر من 100 مرة يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية، فربما تبسم معهم. نعم. ذكر الأخبار التي عن الماضين
للعبرة والاتعاظ أو للاستفادة أو لمعرفة اللغة العربية لا بأس بذلك في المسجد. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يسمع شيئا من ذلك ويتبسم مقررا لذلك. نعم. وعن أبي هريرة مرفوعا: من دخل مسجدنا هذا ليعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له. نعم. وهذا فيه أن من دخل المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لطلب العلم فإنه كالمجاهد في سبيل الله، يعني له أجر المجاهد في سبيل الله، ومن دخله لغير ذلك فإنه آثم، فإنه من دخله لغير ذلك فإنه يكون آثما حيث ضيع وقته في المسجد الذي هو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال للصلاة فيها وطلب العلم. فهذه المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، هي أفضل المساجد في الأرض، وهي التي يسافر إليها من أجل الصلاة فيها وطلب العلم، وتجنب عن أمور الدنيا. نعم. وعن حكيم بن حزام مرفوعا: لا تقام الحدود في المسجد ولا يستقاد فيها. لا تقام الحدود في المسجد، الحدود المراد بها العقوبات التي قدرها الله سبحانه وتعالى على جرائم لتمنع من الوقوع في مثلها، مثل حد الزنا وحد الخمر وما شرع لزجر الناس عن ممارسة بعض الأعمال. هذه لا تقام في المساجد، لأنه ربما يحصل من المقام عليه شيء مما يخرج منه فيلوث المسجد، لأنه مظنة أنه يتأثر بما يقام عليه، فربما يتبول أو يخرج منه شيء لا يتناسب مع المسجد. فلا تقام الحدود في المساجد، وإنما تقام خارج المسجد، ولا تنشد الأشعار غير المحتشمة، لا تنشد في المساجد أيضا. نعم. وعن أبي هريرة مرفوعا: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك. نعم. هذا الحديث فيه أنه يدعى على من أساء الأدب في المسجد، فمن ينشد الأشعار التي فيها ذم أو هجاء أو تفاخر أو ما أشبه ذلك فإنه ينكر عليه ويمنع من ذلك. وكذلك من باع أو اشترى فإنه يدعى عليه فيقال لا أربح الله بضاعتك. وكذلك من ينشد ضالته، يعني يسأل عنها، المال الضائع يسأل عنه صاحبه في المسجد، هذا يدعى عليه لأن لا يرده الله إليه عكس ما كان يطلبه، وهذا تأديب لمن يفعل هذا في المسجد. فلا تنشد فيها الضالة وهي المال الضائع، وإنما ينشد خارج المسجد. وكذلك لا يباع ويشترى في المساجد، فإنها لذكر الله وليست للبيع والشراء. نعم. ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. وفي البخاري عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا إحدى رجليه على الأخرى،
وكان عمر وعثمان يفعلان ذلك. نعم، وضع الرجل على الأخرى في المسجد وهو مستلق على ظهره، إن كان يتكشف شيء من عورته فإن هذا لا يجوز، أما إذا كان ساترا لعورته فلا بأس بذلك. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. وضعت مثوبتكم إلى هنا، نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا الدرس 50 من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، شاكرا ومقدرا لمعالي شيخنا هذا البيان. نلتقي وإياكم في الدرس القادم إن شاء الله وأنتم على خير، والسلام عليكم.